ولذلك كمان أحلام الرشيد اللي هي عاملة إنسانية في شمال غرب سوريا، وبعرف أحلام كتير عم تشتغلي على الأرض مع العالم وتروحي على المخيمات، فياريت تحكي لنا كيف الوضع على الأرض وبشكل خاص وضع النساء كمان. تفضلي. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور وشكرا أستاذي زينة. أنا أحلام الرشيد، طبعا أنا مهجرة من معرة النعمان من 2012 ومواكبة كل التطورات اللي صارت في شمال غرب سوريا من المخيمات. بدي أنوه لأنه الأعداد السكانية الكثيفة في المناطق المحررة وخاصة في المخيمات بعد التهجير القسري اللي صار بالفترة الأخيرة من أشهر ماضية، ما فينا نقول للناس اللي بالمخيمات خليك بالبيت، لأنه البيت هو خيمة بصراحة، خيمة تؤرجحها الرياح، والناس فقدت بيوتها وفرص عيشها، والكل يعيش في مكان مزدحم جدا. حوالي 4 مليون شخص ونيف تقريبا يعيشون في شمال غرب سوريا. يوميا الناس تخرج إلى البحث عن لقمة عيشها، عن فرص العيش، ونحن في مجتمعنا هنا غير الدول المتقدمة التي استطاعت أن تؤمن كل سبل العيش لمواطنيها من صحة ونت وغذاء، فما بالكم بمنطقة أنهكتها الحروب وهي مدمرة اقتصادياً وبناً تحتية ونفسياً واجتماعياً. موضوع ضبط هذه المناطق شبه مستحيل بصراحة. كل الشعوب والحكومات والمنظمات توجهت إلى شعوبها والاهتمام بهم ضد هذا الوباء، إلا مناطقنا تركت دون أي دعم أو مساعدة. وللأسف لو بقيت هذه المنطقة هكذا سيكون هناك تهديد للعالم كله، وخاصة دول الجوار أيضا سينتقل المرض أكثر وأكثر، وهذا سيؤدي إلى موت أعداد هائلة ربما يفوق أعداد الأشخاص الذين ماتوا بالقصف وبالصواريخ. الدول المتقدمة لم تستطع بكل مكوناتها أن تساعد شعوبها أو أن تحميهم، بالرغم من التطور الحضاري والتطور الطبي ووجود النقاط الطبية والمشافي. فكيف بنا كشعب سوري ذاق مرارة الحرب والدمار وقلة المرافق الصحية، كما نوه الدكتور إلى قصف العديد من المشافي وقلة الكوادر الطبية، ومع ذلك فمجتمعنا المحلي والأشخاص الفاعلين لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد قامت فرق ومنظمات مجتمع مدني بحملات توعوية واسعة جدا، ومن الجانب الطبي أيضا هناك أطباء ومثقفون قاموا في حملات توعوية، ومنهم طلاب في كلية الطب في جامعة حلب الحرة قاموا بجهود مشكورة جدا من طلاب السنة الخامسة والسادسة بورش عمل في كافة المواقع حسب توزعهم الجغرافي. كما قامت بعض المنظمات المجتمع المدني كمنظمة الدفاع المدني وبنفسج وفرق تطوعية أخرى كفريق ملهم التطوعي ولجان حماية الطفل في المناطق المحررة ومنتدى أسعى الإنساني ومبادرات أخرى شبابية ونسائية تطوعية. عملت هذه الفرق وخاصة فرق الدفاع المدني، أركز عليهم لأن أعمالهم فعلا مشكورة وهم في كل الساحات موجودون، كاستجابة لهذا الوباء عملت على رفع الجاهزية لحالة الطوارئ، وكان العمل يشمل حملات تعقيم وتطهير وقائية وأيضا نشاطات توعوية وتدريبات لفرق متخصصة لإجلاء الحالات المشتبه بها والتنسيق مع مديرية الصحة والتربية في تركيا والمساعدة بإنشاء مراكز لاحتواء المشتبه بهم، حيث قاموا في 18 آذار بعمل استهداف ريف إدلب بعمل تطهير طبعا وتعقيم وريف اللاذقية والمخيمات ذات الكثافة السكانية العالية. تم تطهير 1500 موقع خلال الأسبوع الأول، 72 مخيم، 54 مشفى، 94 نقطة طبية، 485 مسجد و498 مدرسة، 9 جامعات و15 فرن و268 مرفق عام بينها أسواق وأبنية وغيرها. كما تم تخصيص 35 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل تجهيزات وتحضير 40 نقطة إجلاء. أنوه أيضا إلى أنه تم تخصيص فرق من الدفاع المدني من الإناث أنفسهم لكي تستطيع الوصول إلى النساء من خلال حملات التوعية وتثقيف النساء. هذا ما قامت به منظمات المجتمع المدني. الآن سأتحدث قليلاً عن وضع النساء في المخيمات وهو ما ألمسه وأراه بعيني. في المخيمات وفي المناطق المحررة بشكل عام في ظل التخوف من فيروس كورونا، العبء أصبح أكبر بكثير على النساء بعد عبء النزوح والتهجير الأخير. البيت هو خيمة أحياناً يوجد فيها 10 أشخاص وأكثر ربما، لم يكن طبعاً هذا شيء سهل بالنسبة للمرأة، فالضغط النفسي والاقتصادي والاجتماعي على الأسرة أصبح لا يحتمل، وهذا العبء تتحمله المرأة بنسبة كبيرة جدا، خاصة أن الأطفال أيضا لم يعودوا يذهبون إلى المدارس. وموضوع المياه كما نوه الدكتور منذر جزاه الله خير
موضوع المياه قليل جدا في المخيمات، ماذا تكفي 15 لتر من الماء أو 20 لتر من الماء لعائلة كاملة أو للشخص الواحد عفوا طبعا ضمن العائلة. الصابون طبعا قليل جدا، المعقمات لا يوجد، هذه الأشياء غير موجودة من أجل تعقيم الأسطح. النساء معظمها تعتمد على مادة الكلور، وهي نحن نعرف أنها هي مادة خطيرة إذا أضيفت إليها مواد كيميائية أخرى كالفلاش وغيره، وهذا ما سبب إجهاضات كبيرة لدى النساء. أيضا تحاول النساء الحفاظ على الأطعمة وعلى أيدي الأطفال من التلوث، وكيف للأم في المخيم أن تتحمل ما لم يتوفر لديها من مواد أولية للوقاية من هذا الفيروس لا سمح الله. نحاول أن نوزع معقمات أو علب تاتش يكون فيها مواد تعقيم ونسبة الكحول عالية، بحيث ما تضطر النساء أو الأطفال إلى أن يستهلكوا كميات كبيرة من المياه، وهذه المواد بحد ذاتها هي قليلة أيضا في المخيمات. لم يتم الاستجابة حتى الآن، ولم يتم توزيع حتى الآن أي مواد معقمة أو مطهرة أو سلال نظافة بشكل عام على السكان في المخيمات. أضيف إلى ذلك عبء الضغط النفسي على المرأة والتخوف من أن يصاب الأطفال بالفيروس، دائما هي خائفة على أطفالها، ووجود الرجل في المنزل مع الأطفال لفترة طويلة وعدم القدرة على التعامل مع بعض، الكل متخوف ومضغوط، وهذا يزيد من نسبة العنف الأسري كوننا نعمل في مجال الحماية. إذا كان هناك كبار سن أيضا في الخيمة هذا يسبب عبء آخر، فالموضوع أخطر وأصعب. كيف ستوازن المرأة بين الحفاظ على صحة الأسرة والتكيف مع ما لديها من إمكانيات؟ مع ذلك قامت مجموعات وفئات من النساء بتقديم جلسات توعية على الأرض أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي منعا للتجمعات، منها كما ذكرت الفرق التي ذكرتها منذ قليل. طبعا النساء لا تستطيع شراء المعقمات ولا الكمامات، لذلك تقوم النساء احتياطا باستخدام الكلور كما تحدثت، وهناك تسجيلات صوتية إذا أحببت أن تستمعوا إليها من أجل الاحتياط فقط والاستعانة ب يعني ما أمكن للوقاية من هذا الفيروس. طبعا النساء خائفات من فقدان أحد أفراد الأسرة، فهم فروا من الموت إلى الموت أيضا كما يقال. أتحدث قليلا أيضا عن كيف يمكن أن يساعد أخوتنا السوريين في الخارج، كيف يمكن أن يساعدوا أهلهم في الداخل. نحن كسوريين في الداخل نعمل ما بوسعنا من أجل أهلنا وبلدنا، وهذا واجبنا طبعا، وتحية لكل الأطباء الصامدين وكل الأشخاص العاملين في المجال الإنساني على صمودهم رغم كل هذه السنوات الصعبة. نرجو من السوريين في الخارج أن يشعروا بوضعنا الإنساني والخطر الذي من الممكن أن يحيط بنا في حال لا سمح الله داهمنا الفيروس. الاستجابة إلى الآن هي محلية، ونحن نشكر بدورنا الجهود المحلية والمبادرات الفردية التي يعملون بها بكل ما يملكون وبكل طاقاتهم من أجل حماية هؤلاء الناس. وأحب أن أنوه إلى أن تقصير المجتمع الدولي تجاهنا بتقديم المساعدات هذا يعتبر أيضا جريمة بحق الشعب السوري فوق الجرائم التي وقعت عليه، ونقول لهم نتوقع منكم العمل على تأمين كل ما تستطيعون لحمايتنا كشعوب العالم الأخرى، فنحن أيضا لدينا عائلات ونخاف عليهم من الموت. نريد ثياب عزل للأطباء، نريد منافس، نريد سلال نظافة للمخيمات وسلال غذائية أيضا، من أجل إذا قلنا لهم امكسوا في البيت أو اجلسوا في البيت يكون لديهم ما يستطيعون أن يتناولوه، ومن أجل أن نتخطى هذه الجائحة. أخوتنا السوريين في الخارج أرجو منكم أن تدعموا أهلكم في المخيمات، لو كل شخص منكم فكر بدعم 5 عائلات في المخيمات لكان ذلك وافيا وكافيا، على الأقل من أجل شراء مواد التعقيم. الناس بحاجة إلى أيضا إلى حملات مناصرة، أؤكد على حملات المناصرة من أجل لفت نظر العالم إلى واقعنا المرير والخطير. فنحن أنهكنا، تعبنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا من عائلاتنا أشخاص، فقدنا أرزاقنا، فكيف إذا المناصرة؟ أيضا أن تضغطوا على المجتمع الدولي من أجل عودة الناس المهجرة إلى بيوتها لكي نقول امكسوا في البيوت. وأيضا لا ننسى أخوتنا في نريد منكم لفت نظر العالم والضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يطالبوا بإطلاق سراح. عفوا أحرام، شوي فصل عندك بالآخر، ممكن بس ترجع تعيدي آخر جملتين. آخر جملتين، أسأل الله أن يرفع هذا البلاء عنا وعن جميع البشرية وأن تبقوا سالمين إن شاء الله.
شكرا كثير لك أحلام، وشكرا لجهودكم العظيمة.